فرقت معاكم؟ اه طبعا طبعا فرقت معانا جدا يعني. وحش ما شاء الله في الملعب بسم الله ما شاء الله. هنا يعني قاعده مكسوفه. لا مش مكسوفه والله. بجد؟ والله خالص؟ خالص. يعني كام سنه؟ 21. لسه صغيره يعني. كلكم بسم الله ما شاء الله لسه صغيرين يعني، ربنا يديكم العمر والصحه. طب يارا، انا دايما لما باجي افكر وانا بلعب في النادي الاهلي، قبل ما كنت بلعب في النادي الاهلي، بشوف ان الوقت اللي انا بروح فيه النادي الاهلي بيبقى بالنسبه لي وقت صعب جدا جدا جدا، لانه انا بنتقل من مرحله لمرحله اخرى. فكرتي في الموضوع ده ازاي؟ انت جايه النادي الاهلي باسمه الكبير، ببطولاته، ببطولاته، فكرتي ازاي في الامر؟ هو الصراحه كان موضوع كان محتاج تفكير كبير قوي، بس صراحه كابتن طارق اتكلم معايا كتير قوي، وكابتن مودي الجرحي وكابتن عليا قعدوا يكلموني ان انا اقتنع بالفكره، او انا اوريدي كنت مقتنعه بيها، بس انا بس كنت خايفه ان انا اخد التجربه. بس الحمد لله ما ندمتش خالص ان انا خدتها يعني. استفدت بيها في كل حاجه يعني. ايه الفرق اللي بتشوفيه ما بين، طبعا كل الانديه محترمه وكبيره وكل حاجه، ولكن الفرق اللي بتشوفيه ما بين النادي الاهلي واي نادي بشكل عام يعني اخر؟ لا يعني في فرق كبير قوي الصراحه في كل حاجة يعني. أنا ما كنتش باخد بطولات مع نادي القديم، دلوقتي أخدت بطولتين وكانوا أهم بطولتين في السيزون، والحمد لله ربنا وفقني يعني، وقدرت إن أنا أتضم مع الفرق. بس هي مشكلة بس أنا كنت جاية في وقت قليل قوي، وكان فاضل قليل قوي على الماتشات وكده، وكنت راجعة كمان من المنتخب، فكنت خايفة إن أنا ملحقش بقى أندمج مع الفرقة وكده. بس الحمد لله كل الفرقة كانت مساعداني، والجهاز الفني وكابتن طارق، فقدرت الحمد لله إن أنا أدخل الفرقة. حبيبه دخلت في وسطكم على طول يعني، برضه يا رب من زمان. حبيبه من زمان. انت بلاش حبيبه يعني، لا لازم برضه على التيم بقى. واحنا اصلا كلنا اصحاب يعني في المنتخب وكده، فيارا كانت يعني تعرف تقريبا اكتر من نص الفرقه يعني، هي تمرينتين وكانت معانا كانها معانا من سنين. الموضوع عادي كانها اكتر حاجه ساعدت الصراحه في الموضوع، ان احنا كنا قبل كده كان عندنا تصفيات افريقيا منتخب فريست تيم، فيارا اصلا كانت معانا وكانت مع، فاحنا كنا بقى لنا شهر ونص تقريبا مع بعض، فتحس ان الموضوع عادي. فلما جت الاهلي واحنا مع بعض يعني، هي يعني مضت واحنا في المعسكر مع بعض، فكان وقتها اللي هي خلاص هي اوريدي كان بقى لها شهر معانا. تدخلي بقى ان انت تتكلمي معاها ولا مالكيش دعوه؟ اخدت رايهم كلهم يعني، كل اللي كان معايا في المنتخب اخدت رايهم، اللي هو بس كنت اللي هو طب هعمل ايه، هتساعدوني ان انا ابقى مع الفرقه، اللي هم بجد كلهم كانوا بيسبورت جامد قوي ليا، اللي هم بجد كانوا مرحبين بيا وكانوا بجد عايزيني قوي، فدي حاجه كانت بسطاني. كابتن علي